السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody. إن شاء الله مرحبا بكم، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بنسأل عن الأبيرنس، الهوبيز and personality. How to ask about appearance, how to ask about hobbies, how to ask about personality. إزاي بنسأل عن المظهر الخارجي، إزاي بنسأل عن الهوايات، إزاي بنسأل عن الشخصية. في ميزة أو صفة مشتركة، كلمة مشتركة في الثلاث أسئلة، إن فيهم كلمة like. خلينا نبدأ how to ask about personality، إزاي بنسأل عن الشخصية. What is he like? He's kind. He's brave. What is he like? But what is she like? It's okay. She's kind. To ask about appearance, لسؤال عن المظهر الخارجي للناس. What does he look like? طبعا احنا قلنا هي هنا as example، لما بتسأل عن شخص بقول what does he look like. طب لو بسأل عن بنت what does she look like. طب لو بسأل عن مجموعة what do they look like. Okay. طيب he's got curly hair. He's short. هو عنده شعر مجعد وهو قصير. So لما بنسألنا عن المظهر قلنا what does he look like. To ask about hobbies، للسؤال عن هوايات. What does he like doing؟ هو بيحب يعمل ايه؟ He likes playing football. He likes، في السؤال he like بعدها verb مضاف له ing جيرن، يبقى في الإجابة برضه he likes اللي بعدها جيرن. He likes playing. He likes swimming. He likes watching TV. He likes drawing. Whatever he اللي بعدها الفعل مضاف له ing. To ask about personality قلناها what is he like. طيب الثلاث أسئلة فيهم كلمة like، إنما السؤالين اللي فوق فيهم كلمة verb مساعد اسمه does، إنما الأخير في كلمة is، لأنه بيسأل عن البرسوناليتي. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب. Thanks for watching. Goodbye.